وبعد خذ نظما آتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجودا سميته بالسلسبيل الشافي فهو لتجويد القرآن كافي فمن بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجهك. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس الشرح الصافي لمتن السلسبيل الشافي للشيخ عثمان بن سليمان مراد رحمه الله، وسأشرح معكم اليوم باب الترقيق، وأقدم بين يدي هذا الباب ما أعلي به الهمة وأقوي به العزيمة، وذاكم عن إمام النحو العربي الإمام سيبويه رحمه الله. سيبويه في بداية الطلب جلس إلى الإمام حماد، هو أحد أئمة الحديث، فكان يقرأ بين يديه حديثا فلحا وأخطأ، فقال له الإمام حماد: لحنت يا سيبويه، وصحح له الخطأ. فقال سيبويه: لأطلبن علما لا يلحنني فيه أحد، أي لا يخطئني بهذا العلم أحد. وذهب إلى البادية وإلى الأعراب وإلى الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وتلقى العلم صافيا مصفا حتى صار إماما للنحو. هذه من علو الهمة وقوة القلب. قال: أتخطئ؟ يعني كبر في نفسه أن يلحن وأن يخطئ. هذا سيبويه هذا فعلا نفسه أبية شريفة. هذا الرجل كان يعيش في الكوفة وهو فارسي الأصل، وسيبويه معناها رائحة التفاح، وقيل ذلك لأنه ما كانت تدلله وتقول له هذا الكلام، أو كان يحب رائحة شم التفاح، أو لكل هذا. المهم لما ألف كتابه الكتاب فأراد أن يشتهر، فقيل له: لو ذهبت إلى حاضرة الخلافة العباسية إلى بغداد، من الذي كان في بغداد من العلماء؟ الكسائي رحمه الله. فحدث لقاء بينهما، واختلف أمام هارون الرشيد رحمه الله فيما يسمى بالمسألة الزنبورية، وهي ظننت العقرب أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. فقال سيبويه: فإذا هو هي، لأن بعد إذا الفجائية يأتي مرفوع ولا يصح النصب. قال الكسائي: فإذا هو إياها. فاختلف، فقال الخليفة ولم ينصر أي القولين، وهذا من احترام الخلفاء لأهل العلم. كان الخلفاء في هذا الوقت يقدمون العلماء ويكرمونهم، وكان الكسائي له مكانة عظيمة عند هارون الرشيد، فهو مؤدب ولديه الأمين والمأمون، وهو الذي قال له مداعبا بعد أن رأى ولديه يتسارعان إلى حمل نعلي الكسائي، فقال: من أعز الناس يا كسائي؟ فقال: لا أعلم أحدا أعز من أمير المؤمنين. قال: أعز الناس من يتسابق ولد أمير المؤمنين لحمل نعليه، فاستحيا. قال: ما أمرتهما بهذا؟ قال: يا كسائي، إن الرجل لا يكبر عن ثلاثة: عن أن يتواضع لوالديه ولمعلمه، وذكر ثالثة، فهو يفخر ويفرح إن ولديه يتسابقان لخدمة الشيخ والمعلم والمؤدب، لم يتدخل. فقال الكسائي في ذكاء: الأعراب بالباب. ولم يتفق مع أحد من الأعراب كما قيل، لأن هذا يعني فيه عيب ونقص للعالم كبير من علماء اللغة ومن أصحاب القراءات السبعة، هذا البدر السابع الكسائي رحمه الله. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلة،
أقول فقال الأعراب نعم هذا قول الشاطبي قال الأعراب بالباب فناداهم الخليفة فعرض عليهم المسألة فنظروا إلى الكسائي وكان معروفا عندهم وكان يعني صاحب الوجاهة والعطاء والبذل لهم فقالوا القول ما قال الكسائي ولم يستطيعوا أن يلفظوا بهذا الكلام لأنه يخالف طبيعتهم وسليقتهم نعم أحسنت فإذا هي حية تسعى هذا كلام الله عز وجل الأعراب العربي ما يمكن أن يلحن العرب الأصيل ما يلحن فقالوا القول ما قاله ليه الكسائي رجاء نواله فخرج سيبويه حائرا هائما على وجهه وظل يمشي إلى أن وصل إلى مسقط رأسه بشيراز وبقي فترة يسيرة جدا ومات من الكمد والهم ابتلي بمرض في المعدة كانت المعدة لا تهضم الطعام ففسد في بطنه إلى أن توفي وقصة وفاته مبكية رحمه الله هذا الذي قال لحماد رحمه الله لأطلبن علما لا يلحنني فيه أحد هو الذي مات من الكمد لما هزم ظلما وزورا نعم كان عنده يعني من الليه وبعضنا يا شيخ أمين لو يعني ضرب بكذا وقيل له كذا هو بليد أما أمثال هؤلاء أستاذ أبو وطن حضرتك وكان بإمكانه يطلع منهم برا سيكون واحد واحد يرحمك الله ليس مع هذا العالم رحمه الله سجلنا هم قالوا كذا في مثلا قول تاني مثلا لا الرأي ما قاله سيبويه التاريخ لا يرحم بقى التاريخ لا يرحم ولكنه يعني نصر وكما قال الرجل فإذا هي حية تسعى لا يصلح النصب إياها ضمير نصب ضمير منفصل للنصب لا يصلح أنا وأخي على ابن عمي وأنا ابن عمي على غريب أحسنت وأنا وأنتم على المتن هيا أيها الرجال أيها الرجال هيا ما أهدافي اليوم لقد انطلقنا في يعني أشياء كثيرة الهدف الرئيس هو إعلاء الهمة الهدف الأول من باب الترقيق هو ما الاستعلاء وما الاستفال ما التفخيم وما الترقيق وما الفرق بينهما ما معنى اسم الله تعالى وأخيرا متى تغلظ اللام في اسم الله ومتى ترقق أكتبتم هذه الأهداف اكتبوها قال رحمه الله في باب الترقيق كل حروف الاستفال رقيق كل حروف الاستفال رقيق والآلف اتبعها لحرف سابق والآلف اتبعها لحرف سابق والله فخم بعد فتحات وضم والله فخم بعد فتحات وضم لا بعد كسر النحو عبد الله عم لا بعد كسر النحو عبد الله عم والله فخم بعد فتحات وضم والله فخم بعد فتحات وضم لا بعد كسر النحو عبد الله عم لا بعد كسر النحو عبد الله عم أيها الأحبة بعد أن ذكر الناظم رحمه الله مراتب التفخيم أمر بترقيق حروف الاستفال وأكد على أن حرف الألف تتبع ما قبلها إذ هي ناشئة عن فتحة الحرف الذي قبلها فتتبعه صوتيا فإن كان مفخما فخمت وإن كان مرققا رققت ثم ذكر الحروف التي لها حالات فتفخم أحيانا وترقق أحيانا وأولها الألف ثم اللام المغلظة في اسم الله أو اللام في اسم الله خاصة تغلظ في حالتين وترقق في حالة وسأشرح لكم هذا وأمثل عليه قوله كل هذه مفعول به مقدم فأين الفعل الذي نصبها رقق كل حروف الاستفال قوله والألف اتبعها لحرف سابق ما إعراب الألف إما معطوفة على كل أو مفعول به لأتبعها أحسنت
قول الشيخ عبد الله صحيح، لأن هنا رقق لا مفعول لها، ولذلك فكل مفعول به مقدم لها، وأما اتبعها فبها ضمير، وهذا ما نسميه الاشتغال، هذا ما نسميه الاشتغال. فهنا يصح أن تكون معطوف على كل أو مفعول به لفعل محذوف يشتق من الفعل الذي بعدها. والله اسم الله هنا مفعول به منصوب على التعظيم، والفعل هو فخم. أيها الأحبة الكرام، قوله كل حروف الاستفال أرققي أمر بترقيق جميع حروف الاستفال غير الحروف التي فيها الوجهان، وهذا الاستفال هو انحطاط اللسان في قاع الفم، وهو ضد الاستعلاء، فإن انخفاض اللسان في قاع الفم يؤدي إلى خروج الصوت ولا يحدث صدى في الفم، وينشأ عنه صفة هو الاستفال خطأ وينشأ عن الاستفال صفة الترقيق، والترقيق معناه التنحيف ضد التغليظ، ومعناه خروج الحرف نحيلاً ضعيفاً في النطق، لا يكون له صدى كما لحروف الاستعلاء. هل للحروف المستفلة مراتب؟ الجواب لا، إنما المراتب لحروف الاستعلاء، إذ الحركات والسكون تؤثر ولا شك. والحروف المستفلة أنت تنطقها بطبعك كما في باء وتاء وثاء وجاء وحاء وخاء ودا وزاء وراء وصاء. أحسنت. طيب نقول حاجة أنا ولا خلاص معي تمام كده؟ لأني رأيت في القوم شيئا كرهته فأردت أن نعود إلى الدرس. أيها الأحبة، والحذر أن تفخم حروف الاستفال التي تتبع أو تسبق بحرف من حروف الاستعلاء، ولهذا باب خاص به ويسمى باب التنبيهات، ذكر فيه الشيخ عثمان ما ذكره ابن الجزري وزاد عليه، ولذلك لا داعي الآن لذكر شيء من هذا، وإنما محله عند شرح الباب، وهو باب طويل قد يقترب من 20 بيتا. أيها الأحبة، قال والألف اتبعها لحرف سابق، فالألف تتبع في التفخيم والترقيق ما قبلها، فهل يقال الألف مفخمة؟ الجواب لا، إذن نقول إنها مرققة. الجواب لا، إذن يعني لا هذا ولا هذا، إذن نقول الألف تابعة لما قبلها، الألف تابعة لما قبلها. ولذلك قال والألف اتبعها لحرف سابق، فإن فخم ما قبلها ففخمها. الآن أريد حروف الاستعلاء السبعة مع الراء ومع اللام، كل واحد يأتي بمثال. الطاء بعدها ألف. الطام. أحسنت. ها، أريد حرف الضاد. أحسنت، مع المدس التحركات في الطامة والضالين. الصاد. أحسنت، وأيضا أنتم مركزين على المد اللازم، والصفات أيضا مد لازم، ولا الصفات لا في الإيه؟ لا نعم، مد لازم نعم، أحسنتم. الصائمين مد واجب. أريد الظاء. الظالمين. ما شاء الله، ده أنتم مركزين اليوم، كله مد لازم. الظانين. حرف القاف. القارعة. نسأل الله العافية. القارعة. طيب ثم ماذا؟ الغين. الغاشية. والخاء. خالدين. أحسنتم. والراء. رابية. ولا تبالغوا في الحروف الحروف المنفتحة، يعني الحرف المستعلي المنفتح لا تبالغوا فيه، وهي القاف والخاء والغين وأيضا الراء. بقي اللام في اسم الله، و ذلك إن سبقت بفتح أو ضم فإنها تغلظ، والألف التي بعدها تتبعها فتكون مفخمة.
أيها الأحبة، مصطلح التغليظ والتفخيم ذكر ابن الجزري رحمه الله أن التفخيم لحروف الاستعلاء وللراء أيضا، وأن التغليظ يكون لللام في اسم الله، وهي أنسب أن يذكر معه تغليظ اللام تعظيما لاسمه سبحانه وتعالى، وليكون منفردا عن غيره. قال الشيخ: والله فخم، ويقصد لام اللام في اسم الله تعالى، فخم بعد فتحة وضم لا بعد كسر، نحو ونحو ما إعرابها؟ ما إعرابها؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره مثاله نحو عبد الله عم، فذكر هذا المثال. أيها الأحبة، قبل أن نبدأ نذكر ما قاله ابن الجزري الذي يناسب البيت الأول: كل حروف الاستفال رقيق، والألف اتبعها لحرف سابق، قال: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. وقوله: والله فخم بعد فتحة وضم لا بعد كسر، نحو عبد الله عم، يناسبها قول ابن الجزري رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ما معنى اسم الله عز وجل هذا الاسم العظيم؟ وقعت على هذا الكلام النافع من تفسير أسماء الله الحسنى للشيخ السعدي رحمه الله بتصرف يسير. قال: الله هو الاسم الجامع لكل صفات الكمال التي لا بد أن يتصف بها الخالق العظيم سبحانه وتعالى، ومعناه المألوه أي المعبود أو المستحق للعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال التي يدل عليها الأسماء الحسنى جميعها، لأن المألوه إنما يؤله لما قام به من صفات الكمال فيحب ويخضع له لأجلها، والباري جل جلاله لا يفوته من صفات الكمال شيء بوجه من الوجوه. فإذا تقرر عند العبد المخلوق أن الله وحده هو المألوه أوجب له، أي أوجب هذا الذي استقر في قلبه من الإيمان بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن له صفات الكمال والجلال، أوجب له أن يعلق بربه حبه وخوفه ورجاءه، وأناب إليه في كل أموره، وقطع الالتفات إلى غيره من المخلوقين ممن ليس له من نفسه كمال ولا له فعال. أيها الأحبة، هذا الاسم العظيم الذي هو على الراجح الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى له خصوصية حتى في النطق، يعني النطق نفسه له خصوصية، فتغلظ اللام في اسمه تعالى إن سبقت بفتح أو بضم، كما في: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وكما في: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكما في: قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. وأما إن سبق بضم فكما في: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وكما في: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكما في: وإذ قالوا اللهم. وهنا تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى فتغلظ اللام، لأن الفتحة والضمة يناسبانها التغليظ. وأما إن سبق بكسر سواء أكان هذا الكسر أصليا كما في: قل لله المشرق والمغرب، قل لله لله، فيناسب الكسر أن نغلظ اللام في اسمه تعالى. أو سبق بكسر عارض: قل أأنتم أعلم أم الله أم الله، وكذلك: قل اللهم مالك الملك. أيها الأحبة في الله، وأنا أود أن نتعلق بهذا الاسم العظيم وأن ندعو الله سبحانه وتعالى به، فهو الاسم الأعظم له جل جلاله، وإني والله لأوقن بهذا.
هو الاسم الذي ورد في القرآن في أكثر الآيات، حتى إن سورة المجادلة كلها جميع آياتها فيها اسم الله، فيها الله جميع الآيات. وفي آيات كثيرة جدا، يعني لو حصرتم الأسماء الحسنى والصفات العلى لوجدتم أن الاسم الذي تكرر في القرآن هو إيه؟ هو الله سبحانه وتعالى، الذي يوصف نعم، الذي يوصف ولا يكون صفة لغيره، فغيره يكون صفة له. تقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس. وأما إن جاء هو بعد اسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو جاء بعد وصف فيكون بدلا لأنه هو الأساس، فعلقوا قلوبكم به سبحانه وتعالى وادعوا الله عز وجل به فهو الاسم الأعظم. قل يا شيخ إني لا أدعو الله باسمه الأعظم فلا يستجاب لي، أقول رحمة بك ورأفة. ومن قال لك أنه لم يستجب لك؟ من قال؟ لقد استجيب يا رجل، لكن الاستجابة على درجات، الاستجابة على درجات يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة. فإنك عندما تقول يا الله اغفر لي، يا الله يسر لي كذا، فإن الله يستجيب ولا شك. ولكن قد يعجل لك الاستجابة، وهذا قد يكون والله أقل، يعني قد يكون أقل شيء أن أنت طوال يحصل لك الاستجابة. وقد أيها الأحبة الكرام يرفع عنك من البلاء مثل ما دعوت، والبلاء والدعاء يتعالجان، فينزل البلاء فيرفع الدعاء فيتعالجان، فأيهما كان أقوى صد الآخر، حتى وإن كان البلاء أقوى ونزل فإن الدعاء يخفف منه ولا شك. وأقواها هو أن يدخر الله عز وجل لك دعاءك في الآخرة، فترفع درجات في الجنان في وقت نحب أن نتسابق فيه مع الآخرين، ترفع يقول يا رب بأي درجة هذا؟ بدعائك يوم كذا دعوت كذا ادخرتها لك. اللهم بارك لي ولكم ولكل من يسمعنا في هذا المقطع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وبعد خذ نظما آتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجودا، سميته بالسلسبيل الشافي فهو لتجويد القرآن كافي، فمن بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه، واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجهك الكريم.